تشهد الليرة اللبنانية انهيارات متتالية في سوق الصرافين بعد أن سجلت 100,000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، وهذا أدنى مستوى تاريخي تسجله الليرة اللبنانية مقابل الدولار. ويذكر أنه في أول مارس عندما وصل سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية إلى 90,000 ليرة لبنانية، تدخل البنك المركزي وقتها معلناً أنه سيبدأ بيع الدولار نقداً بسعر 70,000 ليرة على منصة صرافية ابتداءً من 2 مارس. وهذا التدخل أدى إلى تراجع الدولار وقتها إلى دون 80,000 في السوق الموازية، ليعود بعد ذلك الدولار بالارتفاع مجدداً مقابل العملة المحلية اللبنانية. وجاء في بيان الأول من مارس الذي وقعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف سيتدخل من خلال إعادة تقييم سعر صرف الليرة على منصة صرفة للأفراد والشركات. وكان سعر صرفة قبلها 45,400 ليرة للدولار، والتغيير الذي حدث في أول مارس يعني أن منصة صرفة قدرت الدولار حينها بأكثر من 4 أضعاف سعر الصرف الرسمي. وفي لبنان أسعار صرف متعددة، من دولار السوق الموازية إلى دولار منصة صرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي، وأيضاً سعر الصرف الثابت. وأعاد مصرف تقييم السعر الرسمي إلى 15,000 ليرة للدولار في أول فبراير، وهو بالفعل خفض لقيمته 90% من 1,507.5 الذي ظلت الليرة مربوطة عنده بالدولار لفترة طويلة. ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة إحدى الخطوات العديدة التي طالبها صندوق النقد الدولي من لبنان لإبرام حزمة مساعدات حجمها 3 مليارات دولار، من شأنها أن تساعد على الخروج من الانهيار المالي الذي يراوح فيه.